لكن بعيدا عن كل هذا الصخب، الاهلي ماشي في طريقه. النهارده الفريق كان في اجازه بعد مباراته امبارح اللي حقق فيها فوز كبير جدا ورائع على سموحه. بدا اليوم النهارده كرويا في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماع مهم مع مستر ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، ودي مساله مهمه جدا. كان حاضر الاجتماع اعضاء لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو رئيس القطاع. الاجتماع كان استعراض تقرير شامل للمدير الفني للقطاع عن الموسم المنقضي. استمع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط لشرح مفصل من المدير الفني الاجنبي لكل التفاصيل وللرؤيه الفنيه ولخطه العمل في الفتره اللي جايه في ضوء رؤيه مستر بروكيتش للارتقاء بقطاع الناشئين على افضل مستوى. يعني الناس كلها طواقه تشوف نتيجه هذه التجربه ان شاء الله، تجربه كورفر كده ان شاء الله. وقال كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ان احنا بنهدف لاستكمال خطه التطوير ومواجهه التحديات الجديده والارتقاء بالمنتج النهائي من اللاعبين الموهوبين باذن الله تعالى. بالمناسبه اتحاد الكره النهارده طلع تقرير اعتمد فيه نتائج بطولات الناشئين واجنده الموسم الكروي كلها. طبعا ما اعتمدش لسه البطولات اللي ما خلصتش، بطوله الدوري وبطوله كاس مصر للفريق الاول، وايضا بطوله 99 اللقب المعلق ما اعتمدهوش لا لمين ولا اشار اليه بشكل او باخر.